بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خير الخلق أجمعين. أعزائي الطلبة وعزيزاتي الطالبات، يسعدني أن أقدم لكم بعضا من متعلقات هذا الدرس الذي يدخل في إطار الفصل الثالث، وهو مادة السرد الأدبي القديم. وهذه المادة كما تعلمون هي في الأصل مادة تطبيقية، فيها قسم شق نظري وشق آخر تطبيقي، ونحن نعتمد على التطبيقات هنا أكثر مما نعتمد على الجانب التنظيري. الجانب التنظيري نستغله فقط لتوضيح ولفهم مجموعة من الأدوات والآليات والإجراءات المتعلقة بتحليل النص السردي. ربما كما هو في علمكم، في السنوات الماضية حين كان الحال طبيعيا في البلد، كنت أدرس لزملائكم ثلاثة كتب في هذه المادة، أي ثلاثة أنواع من النصوص: كتاب كليلة ودمنة لعبد الله بن المقفع، وكتاب البخلاء لأبي عمرو عثمان بن بحر الجاحظ، وكتاب الحكايات التطفيل والطفيليين للخطيب البغدادي. ولكن نظرا للظروف التي يعيشها بلدنا ويعيشها العالم من حولنا بسبب هذا الوباء الذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا منه، وأن تنفرج سرائر العالم من جديد ويعود كما كان وربما أحسن، نظرا لهذه الظروف سأقتصر على كتاب واحد أو على حكايات كتاب واحد، هو كتاب كليلة ودمنة لعبد الله بن المقفع، أو الذي ترجمه في الأصل عبد الله بن المقفع. اخترت في الأول أن أقدم لكم في هذا الدرس جملة من الجوانب التنظيرية التي تتعلق بهذا السرد، أي أن نفهم أولا ما المقصود بالسرد وما المقصود بالتحليل السردي. كما هو موضح أمامكم في هذا الجانب، ينساب السرد في كل جنس من الأجناس الفنية من تلقاء ذاته، فقد لا يقصد المبدع أو أي إنسان كيفما كان مستواه الثقافي أن يكون ساردا، وبالرغم من ذلك نجده يسرد علينا مجموعة من الأفعال والأحداث، بمعنى أنه في داخل كل واحد منا يعيش سارد، ونحن مضطرون شئنا ذلك أم أبينا إلى أن نكون ساردين. والسارد هو الحاكي الذي يحكي مجموعة من الأمور. السرد يقابل الحكي في جزء منه، بالرغم من أنني سآتي لتوضيح الفرق بين السرد والحكي، ولكن دعنا لحد الساعة نقول بأن السرد هو الحكي، أي أننا نحكي مجموعة من الأمور. الله سبحانه وتعالى حين خلق الإنسان ميزه بمجموعة من الصفات، فجعله أولا ناطقا، مخلوق ناطق بعكس جميع المخلوقات التي حرمت من هذه الخاصية، خاصية النطق باللغة، ولو إن الكائنات الحية هي أيضا تنطق بشكل من الأشكال، ولكن أي تصدر صوتا، ولكن الله سبحانه وتعالى خص الإنسان بأنه ناطق باللغة. ثم إنه خصه بميزة أخرى، فهو العاقل المفكر، وهذه الصفة لا توجد عند مخلوق آخر إلا الإنسان. وأيضا خصه بصفة ثالثة، وهي أن جعله حاكيا مخبرا، أي أن الإنسان لا يستطيع إذا رأى أمرا من الأمور أن يبقى دون أن يحكي ذلك الأمر لغيره، فهو الذي شاهد مثلا حادثة فما إن يلج بيته حتى يحكي ما رآه في الخارج. ثم سنرى فيما بعد، وهذه صفة رابعة وخصوصية رابعة من خصوصيات الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى جعله واصفا، فليست هنالك عدسة على وجه الأرض مهما بلغت قيمتها العلمية أن تصف لنا الأشياء وتصورها كما تصورها العين الجارحة التي توجد لدى الإنسان. هذا دليل يفيد أن السرد موجود في كل اللغات، سواء كانت منطوقة أم مكتوبة أم غير منطوقة. ثم إن هذا السرد الذي نتحدث عنه هنا يوجد في أشياء أخرى كثيرة، ذكر ذلك كما ترون رولون بارت، هذا واحد من
الباحثين الفرنسيين الذين اشتغلوا كثيرا في السرديات أو في علم السرد، وله كتاب تحت عنوان Introduction à l'analyse structurale des récits. يرى أو رأى بأن السرد موجود في مجموعة من الأجناس الأخرى، فالسرد أي الحكي نجده في الصورة الثابتة وأيضا في الصورة المتحركة. الصورة المتحركة نقصد بها شريطا فيلم أم شريطا وثائقيا أم غير ذلك. والصورة الثابتة أيضا فيها سرد، لأننا حين نشاهدها فنحن نسترجع مجموعة من الأمور. السرد أيضا موجود في لغة الإيماء، وموجود في الحكاية وفي الخرافة وفي الأسطورة وفي القصة وفي الرواية، وموجود في المسرح في المأساة والملهات، وموجود أيضا في الزخارف، يعني تلك الأواني الطينية التي نشتريها وهي مزخرفة أو فيها أو قطع منحوتة، سواء كان ذلك على الطين أم على الحجر أم على أي نوع من المعادن كالذهب والفضة. في جميع هذه الأمور نجد خاصية السرد قابعة في الداخل. ثم إن السرد عنصر متأصل في الزمان وفي المكان، مارسته جميع المجتمعات القديمة والحديثة على اختلاف أجناسها وتباين ثقافتها، بل إن من أسرار وجود الإنسان على البسيطة أي في الدنيا وفي الكون أن يكون ساردا حاكيا، بمعنى سيتان كونتور. الكونتور هو الحاكي أي الذي يحكي لنا مجموعة من الأمور. لهذا أمكن القول إنه يقبع بداخل كل واحد منا سارد موجود بداخلنا، عارف بأصول السرد وتقنياته، وبإمكان هذا الكائن السارد القابع بداخل ذواتنا أن ينطلق في كل حين وعند كل حالة لمزاولة مهمته. أي مهمة؟ مهمة السرد، بمعنى أننا نتجول مثلا في الشارع والأمر طبيعي لدينا، فإذا رأينا حادثا ما أو شيئا يثير انتباهنا فإن ذلك السارد القابع بدواخل ذواتنا يستيقظ لكي يبدأ في نسج خيوط حكاية من الحكايات. السرد مرة أخرى هو اللغة الحكائية التي يقوم عليها كل بناء قصصي، وهنا بالذات آتي معكم لشرح هذا الأمر. في كثير من الأحيان حين نقرأ قصة أو حكاية نقول هذا سرد، صحيح نحن لا نخطئ حين نقول هذا سرد، ولكن لا بد من الانتباه إلى أمر، وهو أن ثمة خلافا جوهريا بين الحكاية والسرد. الحكاية هي ذلك المضمون الذي نحكيه، هي القصة التي نقرأها، ولكن السرد هو مجموع التقنيات التي نوظفها في حكي في قص تلك الحكاية، بمعنى أن السرد هو طريقة في الحكي. الحكاية واحدة بينما هنالك ما لا حصر له من طرق الحكي. أنا أحكي حكاية أحكيها لكم مثلا وتستمعون إليها، وحين تنصرفون مثلا كل واحد منكم سيحكي تلك الحكاية بطريقته الخاصة، وهذا يفيد أن السرد هو طريقة في الحكي وليس الحكي في حد ذاته. الحكي هو تلك المضامين التي نحكيها، هو القصة التي نحكيها، ولكن السرد هو كيف وظف كل واحد منا مجموعة من التقنيات في قص تلك القصة. ما هي هذه التقنيات؟ نحن نعلم أن كل حكاية وكل قصة تقوم على أمور خمسة أساسية، وهي الشخصيات والأحداث والزمان والمكان والحوار، بالإضافة إلى مكون الوصف الذي سيأتي الحديث عنه. إذن الشخصيات بأقسامها، الشخصيات الرئيسة والشخصيات الثانوية وغير ذلك، الأحداث والأفعال التي تجري في القصة، الأزمنة التي توجد في القصة، الأمكنة التي توجد في القصة، أنواع الحوار التي توجد في القصة. هذه المكونات الخمسة كيفية توظيفها هي التي تخلق لنا سردا. إذن السرد هو عمل تقني، هو تلك الأدوات والتقنيات والإجراءات التي نوظفها حين نحكي حكاية من الحكايات. من هنا
لا يمكن دائما أن نقول بأن الحكاية، يعني إذا أردنا أن نؤصل للمصطلحات بصورة حسنة وسليمة، الحكاية شيء والسرد شيء آخر. الحكاية هي المضامين التي نحكيها، والسرد متعلق بالطريقة التي نحكي بها تلك الحكاية. في كثير من الأحيان بعضنا يحكي نكتة ونضحك عند سماعنا تلك النكتة ونفترق، ويأتي شخص آخر ربما ليحكي النكتة نفسها، ولكننا لا نضحك لا لشيء إلا لأن الآخر طريقته في سرد تلك النكتة تختلف عن طريقة الشخص الآخر. طبعا السرد كما قلنا منذ قليل موجود في جميع اللغات قديمها وحديثها، وموجود في كل زمان ومكان منذ خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وأنزله على وجه البسيطة. ونحن نعلم أننا عربا كعرب، يعني الشعر هو ديواننا، والشعر هو المصدر الأول للثقافة وللفكر العربي، وبعد ذلك للفكر العربي الإسلامي. وهنا لابد من الإشارة إلى أن في الشعر القديم، الشعر العربي القديم، نماذج كثيرة لهذا النوع من الخطاب السردي، هذا الخطاب الذي يتخذ من البنية السردية، من الإطار السردي، إطارا ومركبا لظهوره. من ذلك مجموعة هامة من أشعار الجاهليين، وربما قرأتم معي أو درستم معي في السنة الماضية في الفصل الثاني كيف إن الشاعر العربي القديم الجاهلي كان يحكي في شعره عن مجموعة من المغامرات، سواء تلك التي قادته إلى ممدوحه على ظهر ناقة، وكيف كان يصف هذه الفيافي والصحاري وصراع الحيوانات فيما بين بعضها البعض، تركيزا لخاصية الوجود، الوجود التي وقفنا عندها مطولا في اللقاء في لقاءاتنا فيما قدمته لكم في العام الماضي، وكذلك في حديثه عن ناقته. إذن هنالك مجموعة من المواقف الحكائية السردية موجودة في الشعر العربي القديم، على قصص وحكايات وصور مثيرة للصراع بين الحيوان وصراع الإنسان مع الحيوان، وأيضا الحديث عن مجموعة من الظواهر الطبيعية، كما وقفنا عند قصة البقرة المفجوعة التي فقدت ولدها حين قتلته كلاب الصياد، وفي هذه في معلقة لبيد. ولنا أيضا في أشعار الإسلاميين وقفة رائعة مع الشاعر الفرزدق في قصيدة الذئب، ومن طوت عليه حكاية هذا الحيوان من أبعاد رمزية عميقة في شعر الشاعر وحياة مجتمعه. وأيضا الشعراء الذين جاءوا فيما بعد في العصر الأموي وخاصة في العصر العباسي من أمثال أبي نواس، هنالك مجموعة من نماذج الحكي في شعره التي اتصلت خاصة بمجالس الخمرة والرحلة إلى بيت خمار، بالإضافة إلى ما نظمه شعراء آخرون جاءوا بعد أبي نواس كأبي عبادة البحتري وأبي تمام وأبي الطيب المتنبي، وخاصة ابن الرومي الذي يطفح شعره بالحكي. من الأمور التي وجب أيضا أن نقف عندها في هذه المقدمة أن لا حياة للحكي خارج تقنية السرد. ما معنى ذلك؟ معناه أن السرد ومقابله نغاسيون هو كما قلنا منذ قليل هو الحكي أو القص المباشر من قبل الكاتب أو من قبل الشخصية التي تحكي لنا داخل نتاج فني، والسرد أو يهدف إلى تصوير الظروف التفصيلية للأحداث والأزمات بغية تبيان النماذج التي ينطوي عليها الحكي والكشف عنها. بمعنى أن هذه التقنيات السردية التي نؤول إليها والأدوات السردية التي نؤول إليها هي التي من شأنها أن تكشف لنا عن مجموعة من الأمور التي توجد بداخل الحكاية. السرد هو المسؤول على تنسيق وترتيب الأحداث وما تقوم به الشخصيات داخل القصة، وهو الذي يعمل على تنظيم الحكاية وبلورتها ضمن قالب مضبوط. ثم رأى بعضهم بعض من الدارسين أن السرد هو تلك اللغة الروائية التي يقوم عليها بنيان القصة عند القصاصين، فهو موجود في الحوار
والأسلوب غير المباشر، وموجود في الوصف، وموجود في الزمان، في أحداث القصة، في تكرار الأحداث، في مجموعة من الأمور التي نقرأها داخل العمل القصصي. السرد إذن جملة كبيرة تتعدد وظائفها، بالرغم من أن الجمل المؤلفة لكل خطاب تتوفر على مدلولات أصلية شديدة التعقيد في الغالب، فإننا نعثر في السرد أيضا على المقولات الأساسية للفعل كالأزمنة والصيغ والضمائر والمظاهر وغير ذلك. السرد ليس مجرد وظائف فقط، إذ كل شيء يدل عليه وإن بدرجات مختلفة. ثم إن كل سرد إلا ويتضمن أمرين اثنين: عرضا أو عروضا لمجموعة من الأفعال والأحداث، ثم عروضا لمجموعة من الأشياء والشخصيات التي هي نتاج لما ندعوه بالوصف. إن شئتم الخلاصة من كل هذا أن الحكاية التي سنتعرف أمرها انطلاقا من نماذج من كتاب كليلة ودمنة لعبد الله بن المقفع، سوف نلاحظ شيئا في غاية الأهمية، وهو أننا نقرأ الحكاية نفهمها، وفهمنا الأول لهذه الحكاية كما سترون فيما بعد سيكون بسيطا للغاية، ولكن حين نوظف الأدوات السردية ونحلل هذه الحكاية انطلاقا من مجموعة من الإجراءات والتقنيات التي تدخل في علم ما يسمى بعلم السرد النغاتولوجي، سوف نجد أن فهمنا لتلك الحكاية سيتغير باستمرار، بمعنى أن الأدوات السردية ستساعدنا على فهم الحكاية أكثر. حين نحلل شخصيات الحكاية، حين نحلل الزمان، حين نحلل المكان، حين نحلل الأحداث، حين نحلل أنواع الحوار داخل الحكاية، كل هذه الأمور ستجعلنا نستفيد جملة من الدلالات التي لا نستفيدها ونحن نقرأ الحكاية قراءة بسيطة. أعيد هذا لكم هذا الأمر بصيغة أخرى، وهو أننا حيال قراءتين: قراءة عادية للحكاية، وهي التي نفهم منها جملة من الأمور البسيطة للغاية، وقد يكون فهمنا خاطئا لتلك الحكاية، ولكن حين نقرأ الحكاية بالقراءة الثانية، وهي ما أدعوه بالقراءة العالمة في مقابل القراءة غير العالمة، القراءة البسيطة العادية التي نقرأها، والتي ربما ألفتم أن تقرأوا بها مجموعة من القصص والروايات، ستفهم صحيح، ستقف عند مجموعة من الدلالات، عند مجموعة من الخلاصات، ولكن حين نقرأ الحكاية انطلاقا من تقنيات السرد فإننا سنكون بإزاء تفكيك لهذه الحكاية، تفكيك لمكوناتها، لأنني قلت منذ قليل أن كل قصة أو كل حكاية تقوم على أمور خمسة: هي الشخصيات، الأحداث، الزمان، المكان، الحوار. نحن حين نقرأ القصة قراءة عادية لا نلتفت إلى هذه المكونات الخمسة، ولكن حين نقرأ القصة قراءة عالمة فإننا نقرأ القصة في ضوء هذه المكونات الخمسة، أي أننا نحلل الشخصيات، نحلل الأحداث نفككها، نحلل الأفعال ونفككها، نحلل عنصر الزمان ونضبط أنواعه، نحلل عنصر المكان، أنواع الأمكنة الموجودة في هذه الحكاية، وحين نقوم بكل هذا التحليل فإننا نظفر بدلالات جديدة. هنالك أمر أيضا لا بد من الوقوف عنده بالإضافة إلى هذه المكونات الخمسة التي سبق للحديث عنها، والتي هي الشخصيات والأحداث والزمان والمكان والحوار. هنالك مكون آخر هام جدا في القصة أو في الحكاية أو في تقنية السرد، وهو الوصف. الوصف عنصر أساسي داخل الحكاية أو داخل القصة، حتى إننا نقول لا وجود لسرد خارج الوصف، أي لا يمكننا أن نحكي دون أن نصف، ولكن يمكننا أن نصف دون أن نحكي. إذا طلب مني شخص أن أصف له جملا
مثلا سأصف جمل، ولن أكون مضطرا للحكي أو أن أحكي عن قصة الجمل أو تاريخ الجمل أو ما يتعلق بهذا الحيوان، ولكن حين أحكي فأنا في حاجة ماسة إلى الوصف. لا يمكن للسرد للحكي أن يستقيم خارج الوصف، وهذا ما أكده الكاتب الفرنسي فلوبير حين كتب يقول: ليس هنالك من وصف منعزل أو مجاني في كتابي، فكل الأوصاف تخدم شخصياتي ولها تأثير على تسلسل الأحداث الروائية، قد يكون بعيدا أو مباشرا. والنتيجة التي النتيجة أن لا وجود لفعل من أفعال الحكي منزه عن الصدى الوصفي، أي لا يمكننا أن نحكي دون أن نصف. لذا نستطيع القول بأن الوصف هو أكثر لزوما للنص من السرد، ذلك بأنه من السهل علينا أن نصف دون أن نحكي، ولكن إذا كنا سنحكي فلا بد أن نصف. الوصف خادم لازم للسرد، الوصف كمكون موجود لخدمة السرد. نحن بمقدورنا تصور الوصف مستقلا منعزلا عن السرد، بيد أن السرد غير قادر على تأسيس كيانه بدون وصف. بمعنى الوصف يستطيع أن يعيش، أن يكون موجودا دون حاجته إلى السرد. كما قلت لكم، إذا أردنا أن لدينا صورة أن بورتري لصديق، مثلا صورة لصديقك، وأردت أن تصفه، أنت ستصف صديقك وتقتصر على الوصف دون أن تكون في حاجة إلى الحكي أو السرد. بيد أنك إذا أردت أن تحكي عن شيء فلا بد أن تستعين بالوصف، فالوصف تبع للسرد، فليس الوصف سوى خادم لازم للسرد يمكنه من تأسيس كيانه وتنظيم بيته. الوصف هو الذي يساعد السرد على تأسيس كيانه وتنظيم بيته، لأن السرد لا يمكنه أن يعيش خارج الوصف. كما قلت لكم سابقا وأستعيد معكم هذا الأمر، السرد طريقة في الحكي وليس هو الحكي. الحكاية كما قلت هي مجموع الأفكار المضامين التي نقرأها، ولكن السرد شيء اصطلاح متعلق بالتقنيات، بمكونات التي تدخل في تشكيل العالم الحكائي. عرف السرد كمصطلح أدبي فني، يعني يعنى بحكاية أحداث أو رواية أخبار، سواء كان ذلك من صنع الواقع أم من إبداع الخيال. بمعنى أن الحكاية قد تكون واقعية، أو قصة واقعية أو رواية واقعية، وقد تكون من إبداع الخيال. ولكن السرد هو طريقة وأسلوب في الكتابة الفنية يلجأ إليه القصاصون والروائيون وكتاب السير المذكرات، وكذلك الذين يبدعون في حقل المسرح. كل هؤلاء يلجأون إلى السرد، إلى تقنيات السرد، لأنه أسلوب في الكتابة. والسرد منذ وجوده ارتبط بالملاحم، بالشعر الغنائي القديم الكورالي في الأوديسيا وفي الإليادة عند الشاعر اليوناني أومير، كما سنرى في مناسبة قادمة إن شاء الله. هنا أمر آخر لا بد من الوقوف عنده، وهو علاقة كل من السرد والحكي بالنص والخطاب. ولكن دعونا أولا نتحدث عن فرق سنؤصله بعد قليل، وهو الفرق الموجود بين النص والخطاب. ما هو النص وما الخطاب؟ النص هو ذلك البناء اللغوي للحكاية، حكاية تأتينا على صفحة في بناء لغوي، تلك المتواليات من الجمل اللغوية هي التي تشكل لنا نصا. نحن نقرأ مثلا حكاية، نقرأها في لغتها العربية، نحن قرأنا نصا، إذن أين هو الخطاب؟ الخطاب هو مجموع الأفكار التي أراد كاتب النص أن يبلغنا إياها. بمعنى أنا كتبت قصة، ليس هنالك شخص يكتب قصة فقط لأجل الكتابة، ولكن نحن نكتب قصة لأجل أن نبلغ القارئ شيئا، خطابا، أن نلفت انتباهه إلى أمر من الأمور،
إلى قضية اجتماعية أو قضية سياسية أو قضية فكرية أو غير ذلك، بمعنى أن الخطاب دائما كامن بداخل النص، مثل الجوزة القرقاعة الجوزة، ذلك الغشاء الخارجي هو النص، والخطاب هو ذلك اللب الذي يوجد داخل الجوزة. ونحن إذا أردنا أن نتعرف ما يوجد بداخل الجوزة ماذا سنفعل؟ سنكسر القشرة، سنكسر النص، نكسره بمعنى سنفكك النص، نحلله، نحل ذاك النص، نحل ذيك الجوزة. وهنا يكمن أمر، فنحن إذا كسرنا تلك الجوزة كما اتفق، يعني شدينا واحد الانترقاء وهرسنا تلك الجوزة، فإننا سنسيء إلى الخطاب الموجود في الداخل، بمعنى هذاك اللب ديال القرقاع اللي موجود الداخل غادي يتخلط الله عظم فيه القشة ديال القشور مع كل شيء، ولن نأكل أي شيء، وكل شيء غادي يخرج موسخ ونلقي بها في الزبالة. لهذا وجب علينا أن نعرف كيف نكسر تلك الجوزة لنحصل على اللب الموجود في الداخل سالما غير مختلط بشيء آخر. تلك هي حكاية النص في علاقته بالخطاب. النص هو اللغة الظاهرة التي نقرأ بها ذلك تلك الحكاية، وحين نحلل ذلك النص تحليلا جيدا هادفا متأنيا، فإننا سنستطيع التوصل إلى الخطاب الموجود في الداخل. ولكن إذا قرأنا ذلك النص كما اتفق قد لا نحصل على أي خطاب، وحتى إذا توهمنا أننا حصلنا على خطاب ربما سيكون ذلك الخطاب في طريق غير سليم، أي في الطريق الخاطئ، وقد نحصل على ذلك الخطاب مختلطا بتأويلات أخرى، بمعنى أن الغاية الكبرى هي في تفكيك النص. نحن إذا حللنا النص تحليلا حسنا وفككناه تفكيكا سليما فإننا سنستطيع الوصول إلى الخطاب الكامن فيه. وهنا علاقة النص بالخطاب. النص كما قلت لكم هو ذلك البناء اللغوي الخارجي الذي نقرأه، والخطاب هو تلك الأفكار التي توجد في داخل النص. الخطاب هو مجموع الأفكار التي تكون لدى الكاتب ويريد أن يمررها إلى القارئ، فكيف يمررها له؟ يمررها له بكتابة نص. النص هو القشرة، هو الوعاء الخارجي في مثال الجوزة التي ذكرت لكم، والخطاب هو ذلك اللب الذي يوجد في الداخل. أنا حين أكسر الجوزة إنما أكسرها وأتعب في ذلك التكسير لأجل الوصول إلى الخطاب، وإلا لما سأتعب نفسي؟ دائما الحكاية القديمة كانت تقول بأن النص الذي لا يتوافر على خطاب يقتل، هذا في الأسطورة يقال هذا، النص الذي لا يتوافر على خطاب يقتل، بمعنى أنه ليس هنالك إنسان كاتب روائي قاص مسرحي شاعر يكتب فقط لأجل الكتابة، وإنما نكتب لأجل تمرير خطاب إلى المتلقي إلى القارئ، وذلك الخطاب يوجد في داخل النص، يوجد تحت جمل النص، يوجد بين كلمات النص. لهذا نحن في حاجة ماسة إلى التحليل للكشف عن ذلك الخطاب. والآن نحن بصدد قراءة الحكاية، الحكاية القديمة في حكايات عبد الله بن المقفع في كليلة ودمنة. فإذا أخذنا حكاية من هذه الحكايات كما قلت لكم منذ قليل، إذا قرأناها قراءة عادية بسيطة قد لا نظفر بأي شيء، ربما نفهم، ربما يكون فهمنا أعرج غير سليم، ولكن إذا استخدمنا أدوات التحليل الكامنة في علم السرد فإننا سنصل إلى الخطاب الذي أراد عبد الله بن المقفع، أو الذي كتب النص الأول لكليلة ودمنة كما سيأتي بيان ذلك بعد قليل، سنظفر بالخطاب السليم. إذن لا يمكن الحديث عن الحكي
وصاحبه أو المتعلق به وقرينه السرد لا يمكننا أن نتحدث عن الحكي وقرينه السرد بمعزل عن تأسيس مفهوم واضح لهذه العلاقة الموجودة بين النص والخطاب، ذلك بأن الحكي وجد أساسا لنقل خطاب إلى القارئ. الحكاية صحيح، هنا نخرج إلى أمر أذكره لكم الآن. جون جاك روسو حين فيه كتاب هام جدا، كتيب صغير كيسكو لا ليتيراتور، بين فيه أن وظائف الفن ثلاث. الفن يقوم بثلاث وظائف، ومن الفن الأدب، لأن الأدب جنس من الأجناس الفنية، والأدب كما رأيتم معي في العام الماضي، الأدب ينقسم إلى قسمين: شعر ونطر. ونحن هنا في النطر، العام اللي فات كنا في الشعر، نحن الآن في النطر. والحكاية جنس نثري إبداعي. هذه الحكاية التي نتحدث عنها عند عبد الله بن المقفى أو عند غيره، الحكاية وجدت كجنس أدبي فني لتقوم بثلاث وظائف. الوظيفة الأولى هي التسلية، الإمتاع والتسلية، أي أننا حين نقرأ حكاية نستمتع بها ونتسلى بها، جميل جدا، هذه وظيفة من وظائف الحكاية. ولكن نحن لا نقف عند هذه الوظيفة الأولى لأنها وظيفة رخيصة. أنا غادي نقرأ حكاية فقط لأجل أن أستمتع، لأن فيه وراء المتعة هنالك وظيفة ثانية. هذه الوظيفة الثانية هي الفائدة، أي أن هذه الحكاية حين أقرأها أتسلى بها وأستمتع بها في المستوى الأول، ثم بعد ذلك يأتي المستوى الثاني وهو أن أستفيد من هذه الحكاية، لأن هذه الحكاية قدمت لي مجموعة من القيم، مجموعة من المواعظ، مجموعة من النصائح، مجموعة من الفوائد، عرفتني بأشياء كثيرة. أنتم تشاهدون مجموعة من المسلسلات كيفما كان نوعها أو جنسياتها، تركية أم مصرية أم مغربية أم غير ذلك. فإذا كنتم فقط تكتفون بالمشاهدة المتعة، يعني هذا يعني أنت ضيعت نور بصرك فقط على شيء رخيص جدا، وهو أنك استمتعت وتسليت. ولا أنكر أن هذه وظيفة جميلة لأنها تفيد الإنسان في صحته وحتى في الترويح عن النفس، ولكن لا بد لك من الانتقال إلى الوظيفة الثانية، وهي أن تستفيد من ذلك الفيلم الذي شاهدتها أو من تلك السلسلة الدرامية التي شاهدتها أو تلك المسرحية، لأنها قدمت لك في خطابها مجموعة من الإشارات. هذه الإشارات منها ما هو قيمي يدخل في مجال القيم والأخلاق، منها فوائد تتعلق بذلك البلد الذي لم ترحل إليه كتركيا، كمدينة إسطنبول، كغير ذلك، فأنت تشاهد وتستفيد. إذن الفائدة هي الوظيفة الثانية للحكاية، لتأتي بعد ذلك الوظيفة الثالثة. هذه الوظيفة الثالثة هي التحول والتغيير، أي أنني حين أقرأ حكاية أستمتع بها وأستفيد منها، وبعد ذلك وجب علي أن أتغير من الجانب السلبي الذي يكون في شخصي إلى الجانب الإيجابي. بمعنى هذه الحكاية أو هذا الفيلم أو هذه المسرحية التي شاهدتها، حين أخرج من قاعة المسرح وجب أن تكون قد غيرت في أشياء، قد نقلتني من سلوكات سيئة إلى سلوكات حسنة، قد صححت عندي جملة من الأشياء. قراءة رواية، قراءة قصيدة شعرية، صحيح جانب المتعة جيد، ثم أستفيد، ثم أتغير. قلت ذلك بأن الحكي وجد أساسا لنقل خطاب إلى القارئ بغية حمله على التحول من حال إلى حال، إذ لا وجود لحكي مجاني يقف عند حدود التسلية والترويح عن النفس. إذن التسلية والترويح عن النفس هذا في المستوى الأول، وبعد ذلك وجب أن أستفيد من تلك الحكاية مجموعة من الأشياء. تلك الأشياء التي أستفيدها هي التي ستحملني على التحول والتغير من حال
إلى حال. من هنا تكمن قيمة كل حكاية تحكى في الوظائف التي تؤديها لي كقارئ لها. إذن سبق لنا أن تعرفنا مفهوم النص والخطاب. لا يمكن للنص أن يكون ذا وجود غائي لدى القارئ إلا إذا كان مشاركا في تحريك وتحويل هذا الواقع خلخلته الذي سبق الحديث عنه كنبع ينهل منه المبدع ويرتوي. نحن إذن أمام أهم متلة في تشكيل العملية الإبداعية. كاين ثلاثة ديال الأقانيم، ثلاثة في تشكيل العملية الإبداعية. هذه الأقانيم الثلاثة هي الذات، يعني المبدع الذي سيكتب، وفي حتى المتلقي معه، والنص والخطاب. فالذات عبر مشاهداتها الخارجية، أنا مثلا قاص روائي، عبر مشاهداتي الخارجية أتأثر بما شاهدته وأتوق إلى نقل ما شاهدته إلى القارئ. النص الآن هو كل ما يأخذ معنى متوالية خطية ذات علاقة مرئية على الورق، هذا في التعريف اللساني توبوغرافي إن شئته. والصلة بين النص والخطاب هي علاقة ما هو تواصلي حواري بما هو نصي، لأن النص يؤدي الوظيفة الأدبية النصية الجمالية في الوقت الذي يؤسس فيه الخطاب للوظيفة التواصلية. النص عنده وظيفة جمالية تتعلق باللغة، بالمحسنات البلاغية وغير ذلك، بكل ما هو جمالي. أما الخطاب فوظيفته تواصلية، لأنه يهدف إلى الإبلاغ، إلى أن يبلغني أنا أو أنت شيئا ما. الخطاب عفوا، لكي ينتقل من الكاتب إلى القارئ لابد له من مركب يركبه. النص هو مركبة الخطاب. إذن لكي أبلغ خطابي إلى الآخرين وجب أن أكتب نصا. كل خطاب إذن في حاجة إلى مركب يصل من خلاله إلى القارئ. ومركبة الخطاب إلى القارئ هي ذلك التجلي الكتابي الخطي الذي نقرأه، النص. إنه البنية السطحية والمظهر الجرافي جرافيك الذي تنسجه أمامنا بإتقان شديد عناصر اللغة وأنظمتها النحوية والبلاغية، وكل ما من شأنه أن يدخل في تشكيل هذه القطعة التي ندعوها نصا، سواء كانت قصيدة أم قصة أم رواية أم مسرحية أم غير ذلك. سأقف الآن عند هذا الحد لنواصل بعد ذلك. شكرا لكم.